الان ساكن عندي في بوسكوره. في الصباح واحد الصديق ارسل لي واحد ليان في الفيسبوك، وكان واحد شفت في ديره واحد لايف صافي. وجيت انا المكان عرفته، لان قبل كنت جيت في ربما 2018 قبل كورونا في رمضان، ونزلت لواحد السيد هنايا، وتقريبا واحد النهار الاول شي 7 سوايع ونص، والنهار الثاني 2:30، ولقيته الحمد لله. وكاينه تجربه، هذا الشيء ما يمكنش يجي من الفراغ. انا الحمد لله كاينه لونطريمون، يعني قبل كنا حنا ولاد البحر، يعني زايدين حدا البحر، يعني بانوراما درب غلف على حدا البحر، كنا نهبط للربيعه ونديروا الشباك والصنار، يعني مسائل ديال البحر كلهم. واحد المده مشينا للصحراء، خدمنا في الصحراء نيت في الحوش. والان في كازا كاينه حنا واحد المجموعه ديال الدرب غلف، شوطيه الدرب غلف، فيها الشباب الله يبارك، والحمد لله كلهم الان دابا كيسبحوا مزيان. وكنديروا حصص، ثلاثه الحصص في الاسبوع، يعني ديال السباحه. وفي بعض الاحيان كنديروا هنايا حصص الجري هنا في غابه بوسكوره، والحمد لله فين ما كنسمعوا هذاك الشيء، يعني هذاك الشيء في الدم، يعني بدون مقابل، بدون داك الشيء عادي. يعني كنسمعوا انسان غرق وما كرهناش حنا نسمعوا الانسان باقي حي، نجبدوه مازال حي، ولكن مات كوميم. والديك خصهم يعني يسمعوا، خصهم يعني كما نقولوا يتنفسوا شويه. وهذا راه بقيت والدي مساكن اليوم الصباح كيبكي وهذا. والحمد لله نزلت تقريبا 6 دقائق، ما كان 6 دقائق، ولكن عطوني الروبير ديريكت مشيت ليه. تقريبا هبطت نزلات، ولكن كاينه صعوبه، الماء كحل ما كيبين والو لتحت نهائي، يعني الماء كحل. هادشي كنقول كحل، يعني كنهبط كما كنقولوا كنتهامى، كنمس هنا نمس هنا. كنت مره نزل جبت هذاك واحد التيو كبير، كنت كنصحبو هو، كنت نطلع لفوق نشوفو. طلعت لفوق بان ليا غير واحد التيو غليظ كبير، وعاود نزلت توشيت لي مسكين في الرجل ديالو. قلت لي توشيت، غير بغيت، قلت ربما تكون غير شي بياسه ولا هذا، ولا شي حجره ولا هذا، شي صخره. الوقت اللي هزيت الرجل لقيت تقول كاين، طلعت الفوق بان ليا غير واحد التيو غليظ كبير، وعاود نزلت توشيت لي مسكين في الرجل ديالو. قلت لي توشيت، غير بغيت، قلت ربما تكون غير شي بياسه ولا هذا، ولا شي حجره ولا هذا، شي صخره. الوقت اللي هزيت رجل لقيت تقول كاين، قلت 100%. وطلعت الفوق كتب لي رجلو صافي، خرجناه. وكان الحمد لله مساعده ديال يعني القوى المدنيه، السلطات كيف قلنا، يعني ليا. ولكن الحمد لله انت كنتي البطل ديال اليوم. الحمد لله.